أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الكريم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك عليكم الشهر الفضيل، ونتمنى لكم صيام مقبولة وطاعات مقبولة إن شاء الله تعالى. نهنئكم لقدوم هذا الشهر الفضيل، وكذلك نردف معه السلام إلى جميع القرآنيين والمشاهدين لقناتكم الحبيبة والعزيزة. طبعا نحن نجتمع اليوم في مضيف أبي الفضل العباس عليه السلام ضمن فعاليات المسابقة القرآنية الفرقية الوطنية بنسختها الثالثة. اجتمع العراقيون بأغلب محافظاتهم في كربلاء الحسين، في كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام. تمخض أخيرا من هذه المنافسات الأخوية الودية القرآنية فريقين، وهم كربلاء المقدسة ومحافظة ذي قار. التنافس قرآني، يسعون كلهم إلى نيل شرف الحصول على راية أبي الفضل العباس عليه السلام في هذه المسابقة المباركة. طبعا الرؤية الإعلامية لهذه المسابقة المباركة، امتازت هذه المسابقة بتغطية كبيرة من لدن الوسائل المسموعة وكذلك المقروءة وكذلك المرئية، حيث بثت عبر التسجيل، والحلقة الأولى بثت مباشرة، كانت لها تغطية رائعة حيث استخدمت تقنيات عالية الجودة في تغطيتها من خلال الإنترنت ومن خلال الجودة العالية بتقنية التصوير. نتمنى لهم التوفيق، وحقيقة هذا شيء مفرح وينبع عن تطور وتقدم جديد للحركة القرآنية في العراق. نتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى القائمين على العتبة العباسية المقدسة، وبالتحديد إلى معهد القرآن الكريم، تحديدا إلى مركز إعداد القراء والحفاظ، وعلى رأسهم السيد حسن المحلو الذي يسعى كثيرا لخدمة القرآنيين. نتمنى لهم إنجازات مقبلة ناجحة إن شاء الله في المجال القرآني، وهو أهل إن شاء الله للنجاح القرآني. نتقدم له باسم محافظة ذي قار وباسم أحبتنا في جنوب العراق، بل وباسم جميع العراق، بالشكر الجزيل إلى جنابه على تحمله لعناء تحضير وتقديم هذه المسابقة المباركة. المقل في حضرتكم الإعلامي مرتضى السعيدي. كذلك نشكر الأخوة الذين أعدوا المسابقة الفرقية، وذلك لتركيزهم الكبير على فقرة التفسير وكذلك على فقرة الحفظ، وهذا يأخذنا إلى الضرورة وإلى الأهمية، حيث راعوا الأهم فالأهم، فالتفسير هو الذي ينبئنا بمعين القرآن الكريم، وإذا قرأنا القرآن بالنغم والتلاوة يصبح القرآن مفرغا من معناه. فبالتالي هذا التركيز رائع جدا وينسجم مع تعاليم مدرستنا، مدرسة آل البيت عليه السلام. نشكرهم على هذه الالتفاتة الرائعة، وهي تأسيس جديد لنمطية المسابقات القرآنية في بلادنا الحبيبة. نتمنى من جميع المؤسسات أن تقتبس من هذه المؤسسة الرائعة، وبالتالي تطبقها في مؤسساتها وفي المسابقات التي تقيمها، حتى نرتقي بالمستوى القرآني، نرتقي بالفرد القرآني أخلاقيا، لأنه ينسجم ويعرف ماذا يدور في خلف طيات هذه الآية القرآنية، لأن القرآن حماله أوجه. فبالتالي إذا اطلع القارئ أو القرآني على التفسير استطاع أن يعرف ماهية النص القرآني، ويستطيع أن يصل إلى غاية القرآن الكريم وهي التدبر. فبالتالي نشكرهم على هذه المفردات الرائعة، حيث أنهم حسروا لكل فقرة ما تستحق من الدرجات، وهذا شيء مفرح جداً، ويوصلنا إلى فهم حقيقي لمواد القرآن الكريم. شكرا.